بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة فسيولوجية بتحصل بالنسبة للثمار بتاعة الطماطم. الظاهرة ده هي إن هي التشقق. التشقق بالنسبة للثمار بتاعة الطماطم بينقسم إلى قسمين، زي ما أنت شايف هو على اليمين التشقق الإشعاعي، والتاني بنسميه التشقق الدائري. التشقق الإشعاعي من الاسم هو زي الشعاع بتاع الشمس، فعشان كده سموه التشقق الإشعاعي. والدائري زي ما انت شايف ان هو عامل لي دايرة هوت حول العنق بتاع الثمرة بتاعت الطماطم، وبالمنظر ده هو الطماطم او الثمار بتبقى عديمة الفائدة، واعدامها بيكون لازم يعني. تمام؟ ليه؟ لان التشقق ده هو طالما حصل مش هيفضل على التشقق وبس، لا بالعكس، ده الفطريات بتبدأ تنشط في الاماكن دهيا اللي هي حصل فيها التشقق دهيا، وبتضرب لي الثمرة كلها فبتبقى تلفه وما تنفعش. طيب بالنسبة للظاهرة ده هي يا جماعة بتحصل لي على فكرة في محاصيل كتير، ممكن تحصل في البطيخ وبتحصل في الكنتالوب وبتحصل في حاجات كتير بصراحة. المهم يعني اي واحد بيشوف المنظر ده يقولك حط كالسيوم، حط كالسيوم، حط كالسيوم في حد ذاتها يمكن اقول مقبولة شوية، وانا بقولك الكلام ده مش كلام واحد دارس، كلام واحد في الارض في الفيلد نفسه الحق. فلما بقول حط كالسيوم مقبولة، ولكن حط كالسيوم بعد ايه؟ بعد ما خربت ملطة. اولا الكالسيوم ده اساسا عنصر غير متحرك، بطيء الحركة، تمام، لدرجة ان هو لما بيحصل البلوسوم اندروت او بيحصل عفن الطرف الزهري صعب ان هو يتحرك من الاوراق للثمار، حتى لو رشيته سايل على الاوراق، تمام، او عن النمو الخضري، برضو الحركة بتاعته بطيئة. فالحل ايه؟ ان انا ابدأ من وان داي، من اليوم الاول ابدأ احط في البرنامج التسميد بتاعي، واخد في الحسبان بتاعي اللي ممكن يحصل لي من عملية تشقق، لان دي مش توتا ابسولوتا ولا حاجة، دي تشققت خلاص ما عادش تنفع، بتترمي على طول، بتبقى فرز. تمام؟ سبب الظاهرة دي ايه؟ سبب الظاهرة دي يا جماعة اول حاجة ممكن يكون زيادة في التسميد الازوتي. جماعة عمال يسمدوا نطرات او عمال يدوا 20 في 20 20، وشغال تسميد ازوتي او الازوت تعالى عنده، نتيجة ان هو اضاف مادة عضوية واضاف اسمدة ازوتية كتير زي سلفات النشادر، او اضاف يوريا. طبعا اليوريا مش ممكن تتحط، انا مش برجعش احط اليوريا اطلاقا، تمام، ممكن يكون حط دفعه يوريا او دفعتين في الاول بكتره مع السمام، ممكن يكون زود اساسا في التسميد اللي هو التسميد العضوي، وخصوصا لو كان سبلة حمام، لانها بتبقى فيها نسبة عالية من ان بي كي، وخصوصا الازوت بيبقى عالي فيها، فممكن يحصل عندي المشكلة دي. تبقى رقم واحد الازوت عندي، ازوت من اي مصدر انت ضفته، حطيت يوريا كتير، حطيت نطرات كتير، حطيت سبلة دواجن كتير، حطيت المهمة ايا كان مصدر الازوت اللي انت حطيته، طالما زاد عن حاجة النبات، لان في اساسا بالنسبة للنطرات كمان في حاجة اسمها الاستخدام المترف من طرف النبات، يعني النبات طول ما جنبه النطرات الازوت في الصورة النطراتية بيمتصه، ما يظهرش عليه اي تسمم بخلاف اليوريا. اليوريا لو انا حطيت عليها كتير ممكن يحصل لي على النبات ان هو يكون اللون بتاعه يزرق او يحصل له مشكلة تشبه التسمم، ولكن النطرات طبعا بيدخل النبات في حالة استهلاك مترف بالنسبة لها، وطول ما هي موجودة بيمتصها النبات، والآخر بينعكس بالسلب على المنظر اللي انت شايفه قدامك، وبيبقى فيه عملية التشقق اللي انت شايفها سواء الدائري سواء الإشعاعي. دي رقم واحد. يبقى رقم واحد التسميد، قلنا التسميد الأزوتي. ممكن كمان يكون التسميد الكالسيوم قليل عندي، والبوتاسيوم كمان، يعني ممكن البوتاسيوم يكون فيه نقص او حاجة، وممكن يكون الكالسيوم، ولكن الكالسيوم بيدخل فيها اكتر من البوتاسيوم. ليه؟ لان الكالسيوم اساسا بيعتبر بمثابة الاسمنت بتاع البناية، بتاع لو انت بتبني بيت هو بمثابة الاسمنت اللي بين الطوب. ليه؟ لان الكالسيوم اساسا بيدخل في عملية
بيدخل في تركيب الصفيحة الوسطى في الخلايا الخلية النباتية، وبالتالي له دور شديد جدا في الصلابة وإن الثمرة تحتفظ بالحيوية بتاعتها وتحتفظ بالصلابة بتاعتها. دي ممكن يكون خطأ في التسميد. ممكن يكون في حاجة تانية، ممكن يكون في حاجة تانية زي ايه؟ التذبذب في الري، التذبذب في عملية الري، بمعنى ان انا بروي النهاردة نص ساعة، بكرة اروي ربع ساعة. لا، التذبذب في الري ما ينفعش يا جماعة، لازم اضبط الري بتاعي، واضبط كمان عشان اكون دقيق، الاجانب بيعملوا كده، عشان اكون دقيق اضبط الميعاد بتاع الري بتاعي، بمعنى ان انا النبات يمر بمراحل، المرحلة الاولى المية بتاعته بتكون قليلة، مرحلة بقى ان الثمار ابتدت تنزل، احاول اضبط القصة ديت، بمعنى ان انا عشان لو هروي نص ساعة مثلا، ربع ساعة الصبح وربع ساعة اخر النهار، احتفظ بالقصة دي يعني. تمام. طيب لو عايز ازود، ما اطلعش مرة واحدة، ما اطلعش من ربع ساعة ازود نص ساعة مرة واحدة في وقت الثمار، لان دي مشكلة، بيعمل خلل للنبات نفسه. تمام، بيعمل لي خلل في النبات نفسه. تمام، فبيحصل لي مشكلة جامدة. اذا فنعمل ايه؟ انا النهاردة ربع ساعة عايز ازود، يبقى بكرة تلت ساعة، خمس دقايق بس، اطلع الرينج بتاعي خمس دقايق، ولما اقلل المية برضو لو انا بدي نص ساعة ما نزلهاش عشر دقايق مرة واحدة في نفس الظروف الجوية، لا ما ينفعش، لازم يكون عندي ربع ساعة، يبقى انزل عشر دقايق، انزل خمس دقايق، انا كده مظبوط، يبقى انا اظبط عملية الري بتاعتي في الطايم بتاعه، الوقت بتاعه النهاردة عايز قديه، والكوانتتي او الكمية بتاعت الري بتاعتي اللي انا عايز انزلها للنبات. على فكرة الحاجات زي هي الصغيرة دهيت احنا كعرب ما بنهتمش بيها، بس هي اللي بتعمل لي كوارث شديدة جدا ومشاكل كبيرة، فعايزك تمارس الزراعة بعلم، ما تمارسهاش بالفهلوة. تمام، النقط الصغيرة دي احنا كعرب ما بتفرقش معانا، ولكن عند الاجانب بيهتموا بيها وبتفرق معهم جامد، وعشان كده هم بيتفوقوا علينا في الحتة دي. تمام، يبقى دي تاني حاجة، عملية ريجيشن او عملية الري، اظبط الري بتاعك. تمام، ما تقوليش الفيديو طويل، اعمل لك ايه، مش هكروت، هكمل ماشي، مش عاجبك روح اشرب شاي وانا نص كافيه وارجع تاني يا سيدي، الدنيا ما خربش، اليوتيوب موجود وانا موجود وانت موجود. تمام، طيب يبقى هنقول ديا تاني حاجة عملية الري بتاعتي. ممكن يحصل يكون من الثمار نفسها، الثمرة نفسها او الصنف، قصدي نفسه الصنف نفسه بتاع الطماطم، يكون هو اساسا سبب في القصة دي. طب اذا كنت انت زرع صنف قبل كده ومجربه وحصلت فيه القصة ديت، يبقى اطلع حتة الصنف وابدأ اشتغل على حتة الري وحتة السميد عندي. تمام، دي تاني تالت حاجة، بمعنى ان الاصناف المفلطحة بيحصل فيها عملية دي، بالاصناف المفلطحة بتحصل فيها القصة دي، واحنا عارفين كده كويس. تمام، طيب ممكن بعد بقى من عند الله كده الجو النهاردة برد، تيجي موجة حرارة مرة واحدة تعمل لي كده، تعمل لي كده. تمام، يبقى انا ما ذنبيش حاجة، دي من فوق، انا عملت اللي عليا، اللي في ايدي عملته، وقدرت ان انا يعني اوصل بالنبات لمرحلة كويسة وما فيش تشقق ولا اي حاجة. حصلت مشكلة بقى دي بتعتبر بقى يعني من خارج ارادتك انت، المهم انك انت عملت اللي عليك. فبنوصي بانتظام عملية الري في اخر الفيديو، بنوصي بالاهتمام بالتسميد الجيد بالنسبة لعنصر الكالسيوم من اول الزرع خالص، من اول الزرع خالص، مش تيجي ده جهل زراعي ان انا اجي الطماطم شققت يلا حط خمس ست شكاير كالسيوم، الكلام ده كان من الاول يا عمي، هي مش زرار انت هتدوس عليه الصبح هتتوقف التشقق، القصة ديت يا جماعة الزراعة المفروض من الاول خالص بتحط العوامل، ربنا قال أنتم تزرعونه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ربنا اللي بيزرع بس انت ليك دور، الدور ده هو انت قصرت فيه، ما تلومش الا نفسك. يبقى كالسيوم، بنقول كالسيوم يبقى من الاول خالص تحاول تحصن نفسك من قصة الكالسيوم دي، وهو اعرف ان الكالسيوم عيدها تاني ان هو عنصر غير متحرك، صعب، مشاكله كتير، بيتضاد مع عناصر كتيرة، ممكن تحطه ولكن حصل له تضاد،
ماشي، فما بقاش ميسر للنبات، فلازم ما نخلطش الكالسيوم، نبدأ به من الأول ان يحاول نظبط حتة التسميد بتاع الكالسيوم، مش هيحصل عندك تشقق. ان انا اراعي حتة الصنف ديت برضو، ان انا ازرع صنف مقاوم او صنف عارفه زرعته مرة واثنين وثلاثة مفيش مشكلة. لو هتعمل تجربة اعمل على راسي من فوق، بس لما تعمل تجربة لا تتعدى خط او خطين عشان ما تتعبش نفسك في قلب البيت. مش تعمل لي بقى بيت وتقول لي تجربة وانت لسه يعني الحالة على قد ما ينفعش. اما انت عندك بيوت كتير اعمل، ربنا يفتح عليك اكتر من كده، وتنظم عملية الري، هتلاقي الدنيا عندك كويسة. ده عملية تشقق اشعاعي، وده التشقق الدائري، الاتنين قدامك هما. اعتقد اي حد مش عايز مهندس ولا عايز خبير، المزارع البسيط ربنا يديله الصحة وقويه، هيعرف الدنيا ماشية معاه ازاي وهيقدر يشوف. وعلى فكرة التشقق الاشعاعي ممكن بيحصل كمان او الاتنين بيحصلوا من قبل التلوين ما يظهر يعني، والطماطم يعني بس بتوصل لمرحلة النضج. تمام، فدي مشكلة. نظم الري بتاعك، نظم الكالسيوم، شوف الأصناف بتاعتك، هتلاقي الدنيا كويسة عندك. شكرا ليك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.